سائل يقول أو سائل سائلة هل سبع سماوات السبع سماوات ورود في القرآن والسنة خارج الجنة أو جنة نفسها؟ أما السماوات السبع فالقرآن من أوله إلى آخره مشتمل على ذكر هذا، وكذلك الأراضين ومن الأرض مثلهم، اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم كما قال عليه الصلاة والسلام. أما عين الجنة وعين النار فهذا علمه إلى الله، علمه إلى الله. نعم. بارك الله فيك شيخ. لكن ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن. فدل الحديث على أن الفردوس بين السماوات وبين العرش، في يعني أقول في علم الله وحيث شاء الله سبحانه وتعالى. نعم، بارك الله فيك شيخ.